الاثنين 13 جويلية 2020 سنة بكم في موعد جديد من فير بلاي. فير بلاي معكم اسلام مده في الاعداد والتقديم، احمد بالخوجه في الاخراج، ناصر السيكري في الاخراج الرقمي. نجموا تسمعونا في تونس الكل من خلال الفريكونس نتاعنا، في العالم الكل من خلال السيت نتاعنا راديو اكسبريس اف ام بوان كوم. كما تنجموا تشاهدونا بالصوت والصوره من خلال السيت نتاعنا راديو اكسبريس اف ام بوان كوم. بحضرنا اليوم ضيف في اكسبريس اف ام باش نحكيو على المواضيع اللي كان ايضا قبل هذا الكل موجود. بحضرنا ضيف مدرب النادي الافريقي انور عياد. انور شنو احوالك خويا؟ مرحبا بك، ميرسي على الاستضافه ومرحبا بالمستمعين. شكرا لك انت على تلبيه الدعوه، خيط البحر في سوسه جيت بحضرنا كما قالت الكريم. مرحبا بك ليزير اكسبريس اف ام تو مامونجي. مرحبا بك خويا. دونك على المواضيع ايضا باش نحكيو فيها اليوم، اكيد الحدث هو انتخابات النادي الافريقي، لكن قبل هذا الكل نحب نوجه نداء اكيد. تاكسي اليوم متوجه من باب عليوة لحتى البوشوشة، فما مواطن نسال الوراق نتاعو، اكيد توجهنا بالنداء من اجل اللي يلقى الوراق هذا، واكيد يتصل بنا على رقم 98 791 553. نعاود 98 791 553. دونك باش نبداو الحصه نتاعنا اليوم، والبدايه باش تكون اكيد مع حدث يهمك اكيد، الانتخابات نتاع النادي الافريقي. بيان سور تهم التوانسة الكل وسيرتو الكلوب ستي الكل، والنادي الافريقي كيب كبيرة مؤثرة في تونس وفي في الرياضة وغير الرياضة. دونك تبع قاعد شنو صار توا لحد الآن؟ مش برشا، مش تعطيك أنا جديد معناها. إيه أعطيني أنت جديد. أغلق باب الانتخابات تقديم ملفات لرئاسة النادي الافريقي ما ساعتين تقريبا، منذ ساعة ودرج في آخر لحظات قبل ربع ساعة يمكن، قائمة واحدة، سمعنا برشا قوائم برشا أسامي، لكن قائمة واحدة هي اللي قدمت الملف نتاعها، قائمة محمد علي البغديري هو الوحيد اللي قدم ترشحه في رئاسة النادي الافريقي. كنا متواجدين في الحقيقة، زميلي مكرم الباجي كان متواجد في الجامعة اليوم وحكى مع محمد علي البغديري، هات نسمعوا شنو قال قبل تقديم أو بعد تقديم ترشحه مباشرة. حبش يحكي برشا محمد علي البغديري، حب أكيد باش ينظم ندوة صحفية باش يتم تنظيمها في الأيام القادمة، لكن خذي زميلي مكرم على الطير نسمعوا شنو قال. اليوم جيت وتشجعت انا وقدمت روحي لرئاسة النادي الافريقي، وان شاء الله القائمه هذه تتعدى على فرز الانتخابات، وان شاء الله بعد نجاوب نعمل لكم كونفرنس دو بريس ونجاوبكم على كل خاصيات الكل ديتايل الكل. القائمه فيها زهير منصور، فيها الاستاذ رمزي السمراني، فيها المعز الابراهيمي، خمسه من الناس حصلوا في القائمه نتاعنا، ان شاء الله تتعدى القائمه نتاعنا ونعملوا لقاء صحفي، ان شاء الله العائله الكل تتلم. نحن قدمنا رواحنا للرئاسه كل حاجه نجاوبكم عليها في وقتها، قائمه مستقله وحده. دونك هذا كان محمد علي البغديري حكى مع زميلي مكرم البيجي. ايضا امننا تصريح خاص من عند عضو في القائمه نتاع محمد علي البغديري رمزي السمراني، نسمعوا شنو قال. صبينا القائمه نتاعنا كما قلت لك، ما نحبش نسبق الاحداث، فما قائمه فما ندوه صحفيه باش تصير باش تسلط الضوء على الشيء هذا، ان شاء الله على قريب اكيد باش تكون قبل الجلسه الانتخابيه. الايامات هذا بحول الله احنا نستناو ونشوفوا القرار نتاع اللجنه المستقله للانتخابات، واذا كان القائمه نتاعنا نتصوروا احنا نتصوروا انه عند متوفر فيها الشروط القانونيه كل خاطر احنا كنا ركزنا وكنا قرينا حساب النقاط الكل، حاولنا انه تكون شروط الترشح متوفره في الاعضاء الكل من الرئيس للاربع اعضاء الاخرين، الباقي ما نجمش كما قلت لك نسبق الاحداث، انا هذا رايي انا الخاص، لكن نجم اللجنه المستقله الانتخابيه تكون عندها راي اخر، نستناو رايها اش باش يكون، ومن بعد فما جلسه عامه انتخابيه ماناش عارفين ان شاء الله يحضر النصاب القانوني تصير ولا تتاجل، هذا كله من بعد لكل حدث حديث ان شاء الله، يعني الناس تعرفوا اكيد ماهوش غريب على النادي الافريقي، كانت عنده مسؤوليات قبل كان في فرع الشبان، الناس الكل تعرف انه اعطاه من وقته واعطاه من فلوسه وعطاه من مجهوده، ويرى في نفسه الكفاءة اليوم أنه ينجم يعاون في الوضع الخايب اللي احنا فيه توا، الناس كلها مع بعضنا يد واحدة، أنا شخصيا قعدت معاه، وكيما الأعضاء القائمة الكل قعدوا معاه، شفنا فيه برشا حماس، برشا صدق، أنه باش يخدم باش يعاون، الأفكار نتاعنا تلاقات في الناحية هذه، كنا معاه ما حق ما خديناش برشا وقت باش نتفاهموا، براتيكمون كنا متفاهمين من أول جلسة، ونعود لكم القائمة برئاسة السيد محمد علي البغديري، أعضاء رمزي السمراني، طارق بن خود، زهير بن منصور، ومعز ابراهيمي، وان شاء الله اللي فيه خير النادي الافريقي ان شاء الله ربي يسهل فيه. انور شنو رايك؟ ندخل ديريكت.